عفوا يا اخ. مو امتى بدكم توزعوا جوازات سفر؟ بعد نص ساعه. اكسكيوز مي سير، بس ضروري يعني كل مره ناخذ تاشيره؟ انا ما دخلني، روح اسال المدير. فظاعه شو هالبلد هي؟ فظاعه على هالبلد. بس انا الحق علي، انا الحق علي، يا ريت انكسرت رجلي وان سالف بيسز وما اجيت لهون. ليتس جو داد. ليتس جو داد. لا سنتي ما فيك. انا هاخذ نسبتي مهما كان المبلغ. عبد السلام عليك. يسلموا دياد حبيبي. شكرا كثير. الاوتيل اتصل دلوقتي وبيقول اي حاجه عايزها. دخل سعيد معي. ليش دخل؟ انا حاتفق بنفسي مع مدير الاوتيل. انا راح اشتري هديه لمعلمه. انا عايز اسال. الله يسرقه ثاني اللي الي. كنت انا جبت له اياها. انت ليه ما بتحبش؟ عن ذوقك ما بيعجبه وذوقه ما بيعجبك. زعلان منك. زعلان مني انا؟ لاني ما قلتوش من يوم ما شفت عند يوسف. هاي ما هو ده اللي مزعله. شو ماما؟ شايفتك ما اشتريت شيء؟ ما حاولتش انك شو بدي اشتري يعني؟ انا ما عنديش. احنا عندنا هون بهالبلد في شيء بينشرى؟ بضاعة وطنية غالية وستوك وما فيها جنس الذوق على عيبها. بصراحة الكلام ده مش واقعي. انا استحيت اخذ لصاحب المعرض عنا من هيك بضاعة. شو بده يقول عني؟ شو بده يقول؟ من اي خرابة شايبهم؟ تعالوا لعنا، تعالوا لعنا. شوفوا كل سوبر ماركت وصل للسماء، وفي من الإبرة للطيارة. ايه مامي للطيارة. كل واحد عنا هون بيفتح له دكانة متر بمترين وبيكتب لي عليها سوبر ماركت. أسخرة. شو مي جاي لعنا؟ مرحبا معي. كيف الحمد؟ مش لقتلك. مساء الخير. اهلين فيك. كيفك سعيد؟ اهلين فيك. اهلين. انا جاي مخصوص مشان اعزمك على الغدا. عاملت لك اكله كبه بالصينيه ومشويه ومقليه وشوربه عدس وما عدا المقبلات اللي بيحبها قلبك. بقى شو رايك حبيبي؟ ولا شو العزيمه هلا؟ يو لايش هالعزيمه؟ معقول تجي وتروح وما اعزمك لعندي على بيتي وافرح فيك؟ يا اختي يا فيفي افهميني حبيبه قلبي. الله يخليكي فتحي مخك معي. انا جاي كم يوم اوكي سياحه، ما لي جاي روح عزايم وروحات وجيات. بعدين هالعادات والتقاليد لازم تبطل بقى. شو كبه وما كبه؟ يعني ما بدك تجي؟ ما بعرف اختي، ما بعرف ما بعرف. بجوز كون مشغول، بجوز كون مسافر، بجوز كون عندي شيء. خلاص تركيني هلا. ما بيصير يا سعيد، مشان اشتري الاغراض. اختي بصراحه بصراحه انا ما راح اجي، ما راح اجي اكل كبه. شوفت عينك، انا ضايق اخلاقي من هالبلد. فهمي علي بقى. طيب